يجلب التعادل. البقعة المحببة رونالدينيو، أبو ضحكة جنان رونالدينيو. يا ولد يا ولد يا ولد، ده بيعلمنا، علمهم مدرسهم والله بيلعب على الواقف. لكن ماذا يصنع؟ يصنع المتعة رونالدينيو. أبو ضحكة جنان يجيب التعادل زي ما عملها أمام الرجاء، ولكن الرجاء فاز، يسجل هدفه رقم 22 في مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم. أدي أمامنا رونالدينيو، علي رضا بيقول له إيه أنا ظابطها، السنتي ده يفرق؟ لا يفرق، ويحطها إيه؟ حطت معلم، حطت معلم. لا تقول لي بقى لو جابوا يعني المليار و200 مليون في الصين، لو جابوهم كلهم ما يقدرش حد يشيلها، لأن بص شوف رونالدينيو حاططها حطة حلوة 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 في المقص. 2-2 في لقاء ممتع، لقاء اللمحات. وادي أمامنا هنا المدرب كوكا، وهدف التعادل رونالدينيو يصنع ويسجل بقى في هذه المباراة، وأمامنا هنا السعادة.